مرحبا شيف عفاف. اهلا، كيفك ربيع؟ كيف انت؟ الحمد لله تمام. طبعا انا جاي هسه من لقاء كنت مع السيد سليمان فحماوي، حكينا على منطقه الروحه وعلى النضال اللي هو واللجنه اللي بيحموا هاي المنطقه من المصادره وقدروا يرجعوا اكثر من 15,000 دنم منها، لانه وقتها بال98 كان في الحكم العسكري حاول يسيطر على هاي المنطقه. فحبيت بس هيك امر لك شو احنا مرقنا، لانه الضيف اضطر انه يتسهل، وحابب اشوف شو انت عم تساوي. محبين حلاوه الجبن كمان، هي نوع من انواع الحلويات الشرقيه. المميز فيها جبنه الموتزاريلا اللي بتخليها تموت. شغلها المكونات هي سهله، بس بدها شغل وبدها ايد، بتضلها تحرك كل الوقت ربيع، موره في خشب عشان ما تنحرقش، عشان يصير عندي هاي المطه. بخصوص الحشوه هي جبنه عكاويه، عكاويه الخصل الاصل، او القشطه اللي قبل مره عملناها بحلقات اللي من قبل. وطبعا مجبورين ماء الورد، ماء الزهر، بتعطي طعمة طيبة لهيك حلو. هسه مجبور أنا أضلني أحرك عشان ما تلزقش وما تحترقش، عشان يصير عندك هذا القوام ربيع. أيوة هذا القوام لزج جدا وبمط، شايف؟ عشان يصير عندي هذا القوام أنا بضلني أحرك فيها لتني أصل لقوام إنها تموت ما تنمزعش. كل الوقت انها هيك ما بدها تنمزع شوي، معناته انا بدها كمان اللي بخلي المكونات كلها تتماسك مع بعض جبنه الموتزاريلا، وكمان السميد بضله عطشان مي، قد ما بتعطيه مي والسوائل وقطر بضله يشرب. انا حطيت هون عشان نحكي للمشاهدين ولكل اللي بيحضرونا وحابين يعرفوا الوصفه، حطيت كوبايه كبيره من المي، حطيت معها 3/4 كوبايه سكر، وخليتهم يغلوا مع بعض، بعدين ضفت كوبايه سميد. بفضل سميد الفرخه، في سميد اللي بيجي حبته كتير صغيره اللي هو اكثر من ناعم، اذا مش متواجد سميد عاديه. حطيتهم مع بعض وغليتهم، بس داب السكر، حطيت 150 جرام جبنه الموتزاريلا، مفضل انها تكون مبروشه ناعم، اي احسن عشان تدوب معنا اسرع. وكل الوقت انا بالتحريك المستمر لتنو وصلت لهذا القوام اللي صار جاهز ربيع. انا انت مع هاي الخلطه كمان حطيتي ماء الورد او ماء الزهر؟ كيف انا بحكي دائما ربيع انه ماء الورد ولا ماء الزهر دائما بنحط بالاخر عشان ما يتبخرش. وهي الحلويات بتكون عطشان هيك نكهات. وطبعا هاي العجينه بتنعمل، وعلى المحل ربيع افتح لي هاي لو تسمع، شايف القوام ربيع؟ القوام كثير هيك ناعم وبموت، وموجود هسه هي بكل المطاعم بقدموها هذا. أيوة. القوام الصح، ولها عشاقها اللي بحبوها. هسه شوف ربيع، بعد ما انا حطيت هون عشان انا اشتغل عليها بمساعدة القطر ربيع، راح ادهنها عشان احط عليها الخليط، افتحها تتبرد شوي صغيرة، احشيها، بعدين بعملها على شكل اسطوانة وبحطها بالفريزر تتجانس شوي صغيرة، واقدر انا اسطحها بشكل حلو. طبعا بتتقدم باردة سخنة، انا بحبها كلها هيك طوالي ربيع، كتير طيبة. تنساش انه السكر مثل الموتزاريلا هي مش حلوة، ونكهات المنكهات اللي حطيناها. والقطر احنا بنزيد القطر عليها كمان بعدين، ولا بكفي بقى هذا القطر اللي انت حطيتيه ودهنتي فيه لا ربيع الورق؟ لا كمان نحط عليه، لانه كيف انا بحكي ودائما انا بآمن انه القطر دائما احنا بنحطه بالاخر، لانه يعني في ناس بحبوا القطر زياده وفي ناس بحبوا القطر اخف، دائما القطر بنحط حسب رغبه الضيف او اللي بيكون عندك متواجد. انا مسكتك اياها هيك هون. يلا هاي حلاوة الجبن ربيع. هسه بمد على القطر. هو شي بنخليها تبرد شوي صغيرة ربيع لأنها كثير سخنة. وليش حطيت على ايدي قطر شيك؟ عشان ما تلزقش على ايدي. وبحاول شوي صغيرة أو بمساعدة الشوبك أو بمساعدة الإيد، إذا بتتحمل اللحم نعملها بهذا الشكل. طبعا أنا ما بقدرش أحط هسه الجبنة طوالي، لأنه أنا بتذوب قوام. بالضبط، بخليها شوي صغيرة أنا بمدها قبل ما تعطيني شوية البرودة، بس هي سهل الشغل فيها. كيف انت والحلويات الشرقية ربيع؟ انا يعني باكل ذاكي، بس ما بحبش قطر كتير، مرات باكل حلويات بيكون عليها كتير قطر فبدنا، عشان هيك انا بفضل انه الستات البيوت تعمل القطر
والحلويات البيض وهي تسيطر على كمية الحلويات. يعني ولا مرة يعني بصراحة يا عم بتعلم منك كيف بيساوي الحلويات العربية، لأنه يعني ولا مرة كان عندي اهتمام إنه أشوف كيف يعني باكل مثلا، بس ولا مرة كان عندي اهتمام زي الأكل، يعني اهتمام بالحلويات بشكل عام إنه أعملها وهيك مش كتير. مش إنه كتير من اهتمامي إنه، بس هي عم بتعلم منك كيف بيسوي هاي الشغلة. طبعا الأشياء اللي أنا بقيمها الزوائد بعود كمان مرة بعجنها، تنساش إنه العجينة كمان مرة نقدر نشكلها. ودائما أنا هون بحاول السي سخن شوي مش عارف أشتغل فيها، بس بحاول أعملها شكل مربع بالضبط عشان لما ألفها ما يطلعش عندي إشي خميل وإشي سميك وإشي رفيع. زي ما أنت شايف يا شيف عم بعمل، حاول أعملها مربع، وهدول كمان مرة بعملهم. السربيع يوم أنا بحشيها بالأسطوانة بتلجها قبل التقديم، أنا بقطعها. بإمكانكم كمان هون ترشوا فستق حلبة، برش جوز الهند، بس هي الأصلية بس جبنة، لأن هي العجينة بحد ذاتها جبنة. وكثير بيسألوني ربيع بدها تفوت على الفرن أو بدها تنقلها عشان لونها. فلا هيك هي شكلها وهي لونها. يعني الواحد بفكر إنه لازم يحمرها شوي أو إشي. أيوة، لأن إحنا مش متعودين على هيك لون. شوف إحنا مش متعودين على هيك لون. بدي استنى شوي صغيره ربيع قبل ما تبرد، شوي صغيره، وبعدين بدي احشيها واحطها بالفريزر. انا جهزت طبعا جات من قبل، جهزته كان متلج وصار جاهز. طبعا زي ما انت بتعرف من دون قطر انا بحطه هذا الطبق، والقطر حده بيكون هون، واللي بحب يزيد بنفع يزيد. بس تبرد هاي شوي صغيره، راح احشيها واحطها بالفريزر، وهي بنفع احنا بنحب نشوف كيف كمان بتلفيها عشان نتعلم. طبعا هي بس تبرد شوي صغيره ربيع. بامكانك تحط هيك كم من حبه تساعدني من اللوز هيك من فوق ربيع، 3 حبات هيك. واحنا بنحكي دائما عن الفستق حلبي، اللي بدهم يشتروا الحبه الصغيره والرفيعه اكثر، لان هي فيها اكثر اللون الاخضر والاصفر. طبعا انا شايف هون انت كمان حاطه ورق ذهب شوي صغيره هيك، بتعرف اجواء رمضان واجواء عيد، فبحب هيك ادخله. اليوم بالمحلات الفاخره تبعت الاكل والحلو صاروا يستعملوا ورق الذهب للاكل مثلا، ذهب 18 كارات. وانت بتعرف كل المطاعم الشهيره اسعم بغلفوا كل الانواع اللحوم بالذهب، بيبيعوها بمبالغ كتير عالي، وفي منهم بيسافر خصوصي على دبي وعلى تركيا واسطنبول عشان ياكلوا استكلي مع ذهبي اللي هو لسه متواجد بكل المحلات وكل حدا بقدر يزين منه. انا بحب اضيفه على الحلويات مش على السكات. ربيع زي ما انت شايف انا بمساعده الورق الفضي عم بحاول اعمل هيك وانزلها، لسه بسكرها ربيع، بقصها بكفيني لفة، وبما كان ست البيت تعمل أكثر من لفة أو لفتين بس هيك بكفيني. بقصها وبحطها هاي بالفريزر زي ما هي مغلفة عشان أقدر أشتغل فيها. يعني إسا أنا ما أقدرش أسألها أقطع لها، أنا بعدها سخنة يعني بعد ما نلفها ونقطعها. يعني عمليا هاي كل هاي المساحة بقدر مش على جبنة واحدة، مش أعمل رول كبير أكثر من واحد، عملتي بقدر استعملها أكم من رول. صح مزبوط 100%. أنا راح أنقلها على ورق فضي تانية وأتلجها بالفريزة، وقبل التقديم أسطحها أو بالميل أو زي هيك كما سطحناها بهذا الشكل. وهيك الوصفة بتكون جاهزة. معناته إحنا هاي اسمه الأولى حلاوة الجبن. هذا الطبق تبعنا صار حاضر، حضرتيه من قبل. مهم زي ما حكت عفاف إنه من بعد ما تبرد العجينة نبدأ نحشيها بالجبنة ونلفها شوي شوي بالورق فضي ونفرزها علشان نقدر عشان تتماسك ونقدر نقصها. صح مزبوط 100%. وهي بتتقدم كمان بدرجة حرارة الغرفة، يعني ممكن ضلت مش شرط تكون مسقعة كتير أو بس هي بأيامات الحام لازم براد، لأنه تنساش إنه فيها جبنة بالعجينة موتزاريلا، وكمان بقلب الحبة كمان فيها جبنة، فمنفعش تكون بحم الغرفة على البراد طوال، يعني من الفريزة على البراد تقدم. أما بنفس اليوم تأكل سخنة، أنا دوبنا عاملها فبتأكل سخنة. طيب شكرا كثير شيف عفاف على هاي المعلومات عن حلاوة الجبن. هذا الطبق عندنا حاضر، بنقولكم انه وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وانهيناها بحلاوة الجبن. شكرا للمتابعة، رمضان كريم وافطارا شهيا، والى اللقاء.